تعود أبيان إلى واجهة الأحداث من جديد، هذه المرة بشكل لم يكن متوقع. ففي الوقت الذي تواجه فيه قوات الجيش إرهاب تنظيم القاعدة الذي يخوض قتالا عنيفا في سبيل العودة والتموضع أكثر، تحشد الجماعة الإنقلابية مقاتليها إلى ذات المحافظة، ولكن من اتجاه آخر هو عقبة ثرى الواقعة في رأس مديرية لودر. المصادر قالت إن الحوثيين شنوا هجوما على مواقع الجيش والمقاومة في رأس العقبة، واستمرت الاشتباكات لأكثر من ساعتين. هذه المواجهات بدأت بعد أيام من حشدهم في مديرية مكيراس الحدودية واستغلالهم بشكل مباشر واقع الأحداث التي أفضت خلال الأيام الماضية إلى انسحاب قوات الجيش من الحزام الأمني باتجاه مدينة عدن ومحاولة التنظيم الإرهابي السيطرة على تلك المواقع. تتحرك الميليشيا صوب لودر ومناطق أخرى في أبيان كما تفعل القاعدة بالمثل، محاولة استعادة دور يرى مراقبون أنه تم تغييبه عن التنظيمين في الفترة الماضية بفعل مجابهة مجتمعية وسياسية طالما اكتوت بنار التطرف أكثر من مرة. هي معارك كر وفر يخوضها الجيش كل يوم مع الجماعات ذات البعد العقائدي، وتحدي آخر تقف فيه قوات الجيش في مواجهة الإرهاب المجتمعي بكل أشكاله.